الايطالي الذهب الاحمر او الصلصه الذهبيه، من قيمتها الغذائيه وفائدتها في المطبخ الايطالي سموها الصلصه الذهبيه، اللي هي الصلصه اللي انا هعملها دلوقتي، ودي برضو فيها سر هنشوفه مع بعض. انا بجيب حل على النار، مهم جدا لازم نعرف الصلصه. العجينه انا عجنتها وموجوده عندي اهي، سايبها هتخمر شويه ونفرطها مع بعض. نشوف مقادير الصلصه الموجوده على الشاشه. صلصه البيتزا طماطم وبصل وثوم وزعتر وجزر ونوع من انواع المكسرات، يا اما فستق يا اما عين الجمل يا اما لوز، زائد رشه سكر رشه ملح وفلفل. طبعا احنا امس عرفنا اضافه السكر للصلصه ليه، شفتوا بقى احنا بنشتغل ازاي وعارفين عندنا معلومات. انا هضيف السكر هنا لصلصه الطماطم عشان خاطر اتخلص من الحموضه، عايز اكل 3 بيتزات 4 بيتزات ما احسش بحموضه هنا بعد ما اكل البيتزا. ليه؟ انا ضايف سكر للطماطم، اتخلصت من الحموضه بتاعه الطماطم. فطب لاحظتوا ان السكر من في اضافه المقادير. الصلصه معانا اتصال. الاخت نعيمه من القاهره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. عليكم السلام. سلام ورحمه الله وبركاته. عليكم أيوة السلام. يا اهلا وسهلا. ايوه الخميره الثوريه. اه. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا ست الكل. بتبقى معموله بالبودره. الخميره الفوريه بتبقى معموله من البودره. اه. اما الخميره البلدي. اه. اه. اما الخميره البلدي بتبقى موجود معموله بالدقيق، بتضاف عليها بتبقى زي العجين. الخميره البلدي زي العجين. انا سامع حضرتك، الخميره البلدي زي العجين. والخميره الفوريه زي الخميره انها بتقتل البكتيريا في الجسم. مظبوط. طيب ارجوك تتابع السؤال، اجابه السؤال اخر الحلقه نعرف احنا بنعمل ايه مع بعض النهارده. حلقتنا النهارده ايه الوجبه بتاعتنا؟ بنعمل البيتزا. البيتزا بالايه؟ بالجمبري والسي فود. بتاعتنا بنعمل البيتزا بتاع البيتزا. طيب. فود. طيب والطبق الثاني الريزوتو الطلياني، انا عايزين نحفظ الاسماء دي. روزوتو. الطبق الثاني بنعمل الرز. الروزوتو اسمه روزوتو طلياني. أيوه. روزوتو بالجمبري او روزوتو باللحمه او روزوتو بالدجاج. ايه فكره الروزوتو؟ روزوتو بالجمبري مظبوط. هنعمله مع بعض. أيوه. اشكرك على الاتصال يا ست الكل، وتابع معايا الحلقه للاخر، ما نروحش هنا ولا هنا، ونشوف هنعمل ايه وايه الفرق بين الخميره الفوريه والخميره البلدي. اشكرك على الاتصال. نيجي للسر صلصه الطماطم، لان ده مهم جدا وعايز الساده المشاهدين يعملوه بنفس الطريقه، لان كده هناكل بيتزا وهيبقى عندنا صلصه في المطبخ الايطالي، الصلصه الذهبيه فعلا، اسم على مسمى، احنا عارفين الذهب غالي دلوقتي. بصله مع فص ثوم حطيناهم، عندي جزره ببشرها على ببشرها فين؟ اهي كويس قوي بجزره، جزر مبشور مع بصل مع ثوم مع طماطم، كل ده على النار يتحمص او بيتحمر كده. طماطم بالشكل ده الله كده تمام. انا طبعا ضفت شويه زيتون، ثوم، بصل، جزر، طماطم، بجيب قرن فلفل مش حار يعني شويه نص ونص كده، او قرن فلفل اخضر هيدي تيست، رشه ملح، رشه سكر، وعرفنا السكر ليه والملح ليه اهوت. وبضيف شويه ميه هنا واسيب الخليط ده يغلي على النار لغايه لما الطماطم تستوي والبصل يستوي مع بعض كله بالشكل ده. بعد ما بيستوي بركنه على جنب يبرد، واضيف معلقتين صلصه. طبعا اضيف الصلصه بقلب جامد لان انا هنا ضايف شويه سكر، مفيش مشكله من الحموضه. اخلي الخليط ده يغلي كله على النار، بعد ما بيغلي على النار بجيب الخلاط واضربهم في الخلاط، واجي جايب معلقه نشا صغيره مقلبها في قلب الصوص ده، واسيبه يتكتك على النار كده، بس اخلي بالي واغطي الحله لان الفقاقيع اللي هتطلع ديت هتبوظ البوتاجاز، لان الخليط هنا يبقى خليط سميك. يبقى بصل مع طماطم مع فلفل حار مع جزر
مع توم، كل ده، واخلي كل ده يغلي مع بعضه، مع اضافه طبعا الزعتر او الاوريجانو للصلصه بتاعتي، مهم جدا. الخليط ده طبعا محتاج ان هو يبرد وياخد وقت شويه، انا هنا عملته وضربته في الخلاط، وفي الاخر بقى عندي صوص بالشكل الجميل ده. دي الصلصه الذهبيه، اللون الجميل ده، يا ريت الشاشه تجيبه. الله، شايفين اللون الجميل؟ شايف انا الجزر فيه والبصل والثوم، بس طبعا مضروب في الخلاط سميك لان فيه مكونات كتير، وطبعا بضيف المكسرات اذا كان فستق او لوز او عين الجمل. ايه سر اضافه المكسرات؟ علشان ازيد الصوص البروتين اللي هو الغير مشبع، بروتينات دهنيه غير مشبعه. احنا عارفين المكسرات غنيه جدا بالبروتينات، بس البروتينات اللي فيها سبحان الله لا، ما فيش مشكله من ناحيتها خالص للكوليسترول او ان هي تتراكم في الجسم، لانها بروتينات غير مشبعه. فاضافه المكسرات للصوص بتاعي بيزيدوا غناوه. هي الفكره في ايه؟ ان انا اضيف مكسرات او اضيف جزر او اضيف فلفل، ان انا بخلي الاكله بتاعتي غنيه، غنيه بكل القيمه الغذائيه اللي موجوده فيها من بروتينات ومكونات. فكل ما اضيف حاجه قيمتها الغذائيه عاليه بتزيد من قيمتها طبعا. لان لما اخد معلقتين صلصه من دولت وافرتهم على العجينه، طبعا العجينه بتبقى غنيه جدا، لو حطيت شويه جبنه موزاريلا بقت عندي وجبه اساسيه في الصلصه والعجينه. وعرفنا السر الباتع في الخميره والرغيف العيش اللي احنا كلنا ما نقدرش نستغنى عنه. هنطلع فاصل صغير ونشوف مع بعض البيتزا ونحط عليها الصلصه ازاي، نكون اشتغلنا في الريزوتو. ما تروحوش بعيد.